كذلك هنالك بعض الأذكار والصلوات المروية في شهر رجب يذكرها المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي طاب تراه في كتابه. القسم الثاني في الأعمال الخاصة بليالي وأيام رجب، هنالك دعاء وارد في أول ليلة من شهر رجب بعد صلاة العشاء تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك بأنك ملك وأنك على كل شيء مقتدر وأنك ما تشاء من أمري يكون، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي لينجح بك طلبتي، اللهم بنبيك محمد والأئمة من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم أنجح طلبتي. ثم تسأل حاجتك،